هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير فتة الباذنجان. أول شي حنبلش بأن نقص الباذنجان ونشيل القشر اللي طالعين منه مثل ما شايفين. وبدي أقول أنه هذه الوصفة ما لها مكونات ولا معايير، في ناس بتحب تكتر الخبز، في ناس بتحب تكتر اللبن، فكل واحد حسب ذوقه. مثل ما شايفين هلأ بلشنا بحفر الباذنجانات، وهلأ حنغسلهم منيح. وهلأ بمقلاية ححط شوية زيت وحقلي البصل. وبعد ما يصير البصل لونه ذهبي حضيف اللحم المفرومة، حضيف ملح وفلفل أكيد، وهلأ حنقلبهم منيح لبين ما تستوي اللحم. وهيك بتكون حشوة الباذنجان صارت جاهزة. هلأ بدنا نبلش نحشي الباذنجانات بالحشوة اللي عملناها اللي هي لحمة وبصل. وهلأ مثل ما شايفين نحنا صار لازم نقلي الباذنجان بالزيت. مثل ما شايفين حطينا زيت وعم نقلي الباذنجان. وبس نلاقي انه الباذنجانات بلشوا يغيروا لون فهيك بيكونوا استووا، حنشيلهم. هلا هيك شلناهم على جنب، وهلا حنقلي شوية خبز عربي. مثل ما شايفين قطعناهم لأقسام وحطيناهم بالزيت وقليناهم. بس يصير لونهم ذهبي أو على أورانج منشيلهم، بيكونوا صاروا جاهزين. وهلأ بالطنجرة ححط شوية زيت وححط بصل مقطع شرايح وحقليهم. بعدين بس لاقيهم بلشوا يحمروا حضيف مي. حضيف رب البندورة. وهلا حطيت معلقة حمض الليمون، إذا ما عندكم فيكم تحطوا معلقة ليمون. وهلا هون حطيت شوية ملح وحطيت أكيد دبس الرمان. وهلا حنخلطهم وحنتركهم لحتى يغلوا. وهون زدنا شوية مي وتركناهم حتى يغلوا. هلأ بالنسبة لللبن فنحن حنحط لبن. وحنضيف ثوم.
حنضيف طحينة، حنضيف حمض الليمون او اكيد مثل ما قلت لكم معلقة حامض، وهلا حطينا ملح وحنخلطهم منيح لحتى ينخلطوا المكونات مع بعض. وهلا بعد ما غلو انا حسقط الباذنجانات مثل ما شايفين، وحاتركن لحتى يغلو مع الباذنجانات. وهيك مثل ما شايفين بلشوا يغلو مع الباذنجانات، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين. منطفي النار. وهلا منجيب صينية التقديم او الصينية اللي حابين انتو تقدموا فيها الفتة. حنضيف اول شي الخبز المقلي، ومن بعدها حناخد من المرقة اللي مع الباذنجانات وحنحطها فوق الخبز المقلي. حنضلنا نحط لبين ما يوصل المزيج لكل الخبز، وما بدنا نكتر كتير كرمال ما تطلع كتير مريقة. وهلا بلشنا ناخد باذنجانات ونحطهم بالشكل اللي نحنا بدنا اياه، واكيد كمان في البصل معهم. وهلأ آخر شي حنضيف خليط أو مزيج اللبن اللي عملناه، وهلأ للتزيين حطينا شوي من الحشوة اللي هي لحمة وبصلة على الوجه، ورجعنا قلينا شوية لوز وحطيناهم كمان على الوجه. آخر شي ضفنا سمنة حطيناها على النار لحتى تسخن كتير وضفناها فوق الفتة. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. See you in the next video. Bye.